نرجعوا للبطاقات نمشيوا للسندريلا وفيديو اثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. اسمه خبيب التفاصيل. خبيب الجبيب اللي هو واحد من صناع المحتوى في تونس وصانع محتوى الحقيقة يقدم في كونتوني محترم برشا. شفنا الفيديو اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يحكي فيها على مظلمة عاشها عامل تالي. خلينا نسمعوه اش قال. نحن قاعدين نمشي وقصت علينا كهرباء كي بيكانتو من ذاك الاكيما توا يا اخي. خرجت على البيست انا كي وصلنا للرومبوان درنا على اليسار هي فما سيركيلاسيون عاودة نحن سبقناه يا اخي عملك في الرومبوان عاود دخل قدامنا كي طلعت انا على الماده اللي وين السكه نتاع المترو. الحقيقه خرجت يدي وليت نعيط خرج هو يده ولا يعيط هبط من الكهرباء جاء طلع كي من الشباك قال بصحتك معك طفله ولا راك شفت شنو عملت لك يا اخي. انا قلت له حتى كانش معايا طفله تتعمل عامله بيان سور مش هكايا هكا هو يعمل هكايا يدخل يده من الشباك ويعطيني كاف. وجيت انا نحل في الباب ضرب الباب بمشطه حليت الباب رجعت له ضربته كايها الناس كيما اي عابد باش تصير معاه الحكايه هذيا باش يضرب هرب شي رجع ضربته. ملي دخلنا المركز ركبوا لي مينوت في يدي ساعه مازالوا لا استنطقوني لا عملوا حتى شيء ركبوا لي ديريكت مينوت في يدي. عمل هكايا كلم النيابه قالوا لهم يحتفظ به. دخل خونا اللي صارت معه المشكلة معايا للبيرو قال لي أحكي حكيه هو قالوا راهو مراعني إن نمشي بالكياس على روحي مراعني إلا بكهرباء قامت بمطاردتي وحسيلوا فيلم مش نورمال كل دار لي قال لي أحكي أنت. قلت له أه مليك بدي بر الحبس بر مليك منحكيكمش كلمة بر الحبس قد اشتحت مني في المورال وكل حسيلوا ما لقينا محامي صعب شنو نعملوها كان بسيف اللي نمشيوا له يقول لك ليه ما نجيش كونتر واحد من زملائي ونانانا وكري قدك الكل. يرحم والدين المحامية سكينة قالت نجم النوب خبيب وكل. عاود جاتني سكينة قالت لي راهو الراجل عمل الاسقاط وكل قال يزيه وهذيك هي معناها هاني ربيته. فهمت كيف ما سمعتوا الخصم نتاعو هو محامي. مناوشة صارت في الكيس تصير علينا خلينا نقولوا 90% منا اللي يسوقوا في الكهرباء. جست حاجه بالك الاكستري هو طويل 12 دقيقه تقريبا صعيب باش نعديوها الكل لما فما تفاصيل اكثر توجع على اول مره بيت في بوشوشه على دخلته للحبس اللي في بيت ما فماش شباك ما نعرفش اسم الوقت. امك يقول يقول اعطيني اسم امك يدخل للحبس بعد العداوه من بوشوشه عداوه للحبس ولا يبكي هو يسال فيه ويقول له ما نجمش قال لك حتى العون يقول له مثالش اعطيني اسم امك قال نطلب السماح اني امي حطيت اسمها في ورقه في وسط الحبس. فما برشا وجيعة أكثر من الإكستري اللي سمعتوه معناها لأنه تقريبا يدوم أكثر من 12 دقيقة. أحكي على كل تفاصيل التفاصيل والكاميونة مسكرة هو ماشي ورمبوان بندحها والكياس وكل حاجة مؤلمة وتوجع ودايرت فعله مع التوينسة كل البارح على مواقع التواصل الاجتماعي. نرجع حاجة مؤلمة حاجة تقهر. ما فماش أخيب من أنك تعيش الظلم ولا تعيش أنه تحس أنه فما عبد آخر قدامك أقوى منك عنده نفوذ ينجم يظلمك ينجم يقهرك ينجم يكسرك. يعني مناوشة صغيرة وصلت أنه خبيب يشد الحبس 10 أيام ما يخرج من الحبس إلا ما السيد هذا يعمل إسقاط قال شنو خليه يزي اتربى. شكونه هالمحامي هذا اللي عنده نفوذ شكونه أنا ماذا بيا لو أنا نعرفه. خلي اسمه يتعرف وخلي اللي تعاود تتحل القضية مرة أخرى على خطر حتى حد ما ينجم يعوض خبيب جبيبلي في 10 أيام اللي عاشوا. منا نتصور اللي هما ما حسهمش 10 أيام نتصور حسهم 100 عام. خبيب راه كان من أنا نعرفه على خطر خبيب وكان ضيفي كان يحب يخدم في تونس عمره ما خمم أنه يهاجر. رمم المدرسة امتاعه رمم المدرسة وكرم المدرسين. اليوم هو بعد المظلمة اللي عاشها يحس في روحه يعيش في بلاد ما فيهش قانون. كيفاش تحبوا الشباب التونسي يكبش ويشد في بلاده ويخدم كي يرى شاب تونسي كيف هو عاش المظلمة هذية. هذا السؤال اللي تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي. الوجيعة تعديت من عند خبيب وتفاعلات التوانسة تأكد أنه شعور بالظلم بمعنى أنه إمكانية أنه يجرى عليك هذا واردة جدا جدا وقت. جدا وكيبدا ما عندكش شكون ما ينجم حد يرفع عليك الظلم. معناه باش نوليو نشكروا السيد اللي بدلوا بيته 10 ايام انه في الاخر عمل له اسقاط باش خرج. انك تحكي بالوجيعه هذه بعد عام بعد 365 يوم من الحادثه وكل دقيقه تقريبا تشدوا العبره وتشدوا الغصه نفهم انه الظلم مش باهي. علاش صار مع خبيب هكا؟ علاش العوان قالوا له تحت في بول هكا؟ علاش قالوا عدوا هزوا للحبس؟ علاش بيت في الحبس 10 ايام؟ علاش شاب كيما هذا يحس بالنقمه؟ قال انا كنت نحب نعاون بلادي ونعمل حتى شباكي ملون اللي قدامي باش تونس تزيان كل واحد يزين شباك. قال انا الشباك اللي قدامي نواري بلون تو بلاح وبلاح وان شاء الله نعاود النجم نرجع نزينه. كلامه مس برشا يلزمنا نلقاو حل اليوم باش انه عبد كي تظلم يبدا ما عندوش شكون
ينجم يمشي البقعة ترفع عليه الظلم. كان بوليس، كان قاضي، كان نحكيه على قلة، نحكيه ديما على تصرفات، بخاطر عنا أصحابنا منين وعنا عائلتنا منين وعنا عائلات في عائلتنا قضاة وعنا أصحابنا قضاة، لا نعمم، ولكن وجود شخص واحد كفيل أنه يعمل هكا يخلينا نتسألوا شنية الطريقة المثلى باش الشخص المظلوم يمشي وفما شكون يرفع عليه المظلمة هذه. ناس قالوا له برشي، قالوا منخاف ما نجمش هذاك عمره كامل، ما عادش نحب ندخل القاية هذاكم، قالوا منخاف ونخاف أنا في بقعته بيصير نمشي نشكي تحلي القضية تعود من عرشته اللي يجري. يا رفيق خبيب، طفل متربي، طفل متربي للأسف كما تقول نجم ترقى 99 قاضي وأمني انضاف، فما واحد يعمل لك هكا يوسخ القضاة ويوسخ الأمنيين. غير خبيب شو اللي يعمل؟ يولي يكره البوليسية، يولي كيرقى باقة يضربها، كيرقى قاضي ما يتعاطفش معاه. وأقوى دليل كي قيس سعيد عزل القضاة، ريتش تعاطف من الشعب التونسي، بالله كان عزلهم الكل ما يتعاطف معهم حتى، خاطر في لحظه في البلاد هذيا باقي عندها هذيك بيرسيبسيون غالطه، هذا احنا نخافوا منه انه يصير تعميم. مناش يصير من هذا، يصير من هذا، يصير من هذا. انا اليوم، انا اليوم بدم بارد النجم نحكي ونقول هكا وما نعموش ونعم وكذا هذاك، اما الموجوع ما تطلبش منه باش يكون عنده العقل والرصانه ورجحت النجم يستقبلوه. سيد هذا يا رفيق علاش ما تصيرش اعاده محاكمه في بلاد تحترم روحها؟ نعاود نحاكم السيد هذا اللي تبوره مع السيد هذا واللي حطم له عمره. راهو السيد هذا باش يولي تروماتيزي، السيد هذا باش يولي راه بوليسي خاف، باش يراه قاضي خاف، وخلي يا خويا الدوله ترجع لهيبه وترجع الثقه. هو اختار باش يحكي بعد 365 يوم عام ليس كفيل بانه القضيه هذه تسقط بالتقادم. نتمنى تتحرك جهات في تونس اليوم، عيطوا له، عيطوا له السيد النافذ هذا وعيطوا له. علاش ان جون كيما خبيب محلاه يتحط له منوت في بلاده؟ علاش؟ علاش منوت حملة المجرمين؟ علاش يبات في بوشوشة ولا يشكر في العباد اللي وقفت معه في الحبس، ولا يشكر في العباد اللي عدت عليه كل الأيامات والساعات الصعيبة في بوشوشة وسماهم؟ قال بالنسبة لي 10 أيام راهو العباد دراوها شوية، أما راك في حبس وموقوف والمجهول أمامك، لازم تتحكم معاه محامين. محامين بربي معناها راهو ميساج زاد لأصدقائنا المحامين، إيش معناه يجيك عبد مظلوم ولا مش مظلوم؟ هو حقا نترفع عليك كمحامي، شنو ما نترفعش عليك على خاطر بار كوربوراتيزم معناها خاطر السيد اللي متعارك معاه محامي، شكون يحامي عليه معناه؟ نجم تاخذ قدام ربي نهار اللي أنت تبدا تلوش شكون باش يدافع عليك قدام ربي كيف نحن الكل. قلوا أنا ما دفعتش على السيد هذاك خاطر اللي متعارك معه محامي، شنية القسم اللي أديته وشنية القراية وشنية الرسالة اللي تحب توصلها كمحامي؟ معناه أنا عندي صاحبي إعلامي قتل واحد، لا اللي قتل ربي معاه، معناه المهم خاطره إعلامي نمبورتوكوا. برشا نقاط سلط عليهم الضوء صديقنا خبيب، نتمنى أنه التروماتيزم هذا يتعدى بك الفيديو اللي خرجه، واللي قالوا امشي الحبس مازال يخدم سؤال كبير. كان جاء عبد آخر رفيق في بلاست وراه قوم الدنيا، هو قاعدة خاصة أنه خبيب راه عنده 164 ألف متابع على انستغرام. تعرف علاش ما تكلمش وما حكيش؟ خاطر كان مأمن بحاجة اسمها قانون. الحاجة اللي تبهت زيدة أنه اللي خصم متاعه هو محامي، المحامي اللي يرفع المظلمة على الموكلين متاعه. اليوم هو كان سبب أنه شاب تونسي صغير في العمر، تعرف شنو عمل خبيب؟ رمم المدرسة متاعه، رممها هو، المدرسة اللي كانت تخدم فيها، كانت تخدم فيها أمه، اللي كانت أمه معلمة، وكرم المدرسين. شوفوا معناها العبيد الباهية اللي تحاول أنا كما قال خبيب يلون حتى شباك صغير قدامه. باش نسكروا، الفاسد موجود في كل القطاعات، حتى في الإعلام موجود في كل القطاعات، باش ما نمسوش سكتور قطاع متاع الأمن ولا متاع القضاة ولا حتى الصحة موجود. في كل بقعة موجود، في كل بقعة موجود، ولكن اليوم لازم التونسي يلقى ضمان. نعرف كي يتعدى عليا عبد ثم بقعة نمشي لها ترجع لي حقي، حتى لو كان اللي يتعدى عليا صاحب سلطة صاحب نفوذ، ما نخلطش أنا مفجوع كيما خبيب ونقول اختاني لنعاود نمشي وتدور عليا الدوائر ونرجع أنا نبيت في الحبس. خبيب سانع على محتوى والقضية والفيديو اللي عملت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مانيش نعطي اسم المحامي ولكن هو المحامي اللي يحكي عليه خبيب واللي كان في خلاف معاه يطلب التدخل يحب حق الرد. الأستاذ دخل معنا التوى بعد اللي احنا حكينا، دونك الوقت ما عاش عنا برشا وقت، ولكن كمان نعطيه هالكلمة. متر صباح النور، طلبت حق الرد. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، مرحبا بك في الرفمق أستاذ. أول حاجة احنا باش نحكموا على حاجة يكون نزورها بالعين فأنا باش نحكيكم بسرعة لأنه ما عندكمش برشا وقت. جوست الناس اللي تسمع فينا، أنت علاش ترفض باش تعطي اسمك؟ والله أنا عندي عائلتي، عندي بنتي تروماتيزي توا من حكاية اللي صارت وقد تفهموا الحكاية. أنا نهار سبت مع مدي ساعة مروح من بنتي من المنزل 5،
شيخ مع بناتي عندي كي يابي كانتو تار كهربا صغيرة فهمت ليه كيف ما يحكي هو لغالب ذيك الكهربا اللي عندي نحكي مع بناتي شيخ معهم نراه كان في واحد يعمل لي في كوتفار ومخرج يده ويعمل لي تبارة كذا تيت المخايبة تحت الحزام فاستغربت هزيت يدي قلت له لاباس قال لي تبارة كذا متاع أمك هذا الشخص اللي فهمت ولا ذا الأخلاق والواحد كل اللي يسوق فيها على أساس أنه أخلاق وقفت كرهتي حبيت نفهم شنو الحكايه وخاصه انا معي بنتي اسمها فرقه هذايا هبطت وقت هبطت نلقى بجنبه طفله من اخلاقي في عمري انا هذا قلت له صح عليك بجنبك طفله قال لي تو كذا تاع الكلمه الخايبه وقال هو بيدو قال راني قلت وخرجني من خرجني من كهرباء ساعه وقت انا وقفت كهرباء خرجني من كهرباء طفلي هو اطول مني واخشن مني على تلفيت لبنتي لانه بنتي في حاله هستيريه دخلوا فطاطا فيعطيني طول بكف يده هكا يعطيني في 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 وجهي الدم جري من خشمي من فمي انا بعثتكم تصاور على الواتساب اذا كنت تحبوا في 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 وقتها انا بدي الحال باش نتحرك نقز عليا شدني قلتكم هو اخشن مني واطول مني شدني على رقبتي زاد تصاور تشوفوا فيها كيفاش على رقبتي جاوا العباد حزونا التصاور اللي هبطهم هو راهو انت ضربته ولا لا متر استحاله خاطر فما تصاور فما تصاور وجهه معناه هو باش نجاوبك لا باش نجاوبك علاش لا باش نجاوبك فكرة الالتحام اللي ما بيناتنا هذاك امر طبيعي هو قاعد يكبس على رقبتي تو هذيك التصاور انا بصملت وهو زاد كيف كيف انا كبست على رقبته امر طبيعي سيد قاعد يضرب فيا اما استحاله باش معناها واحد فما 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 ندبات في وجهه معناه فما ضرب يا كف يا بوني على مستوى العين والخد لهنا لا مستحيل ما انت عاد انت تحط روحك في بقعه يعني نحكي معك على الموجود هنسمع في الفيرسيون تاعك ونبني على الموجود حاجه اخرى ميتر نقطه مهمه انت قلت هبط له ومشيت له الكهرباء وقلت له صحه ليك معك طفله معناها كيما معك طفله كانت ثم نيه التعنيف لا ابدا مالا شنو لا انا كنت نجاوبه بمعنى باش معناها تو تتحب معناها بالسيف لازمك تهزني انت التعنيف ثم نيه التعنيف انا وقت باهي الناس تعرف مجادله يا سيدي معناها انا من اخلاقي انا من اخلاقي وانا خبطت الطفله معاها خاطر عندي بنات ونحترم الطفل اللي معاه وهو ما احترمهاش بالكلام الزايد هذاك نقول انا عندي نيه تعنيف لا نسال انا اسال وهو خذ سيرتيفيكا خمس ايام متر معناه وانا عندي 11 يوم في دي سيرتيفيكا ميديكال اي انا ما نقشكش في السيرتيفيكا نتاعك حبيت نقول لك انه صار تعنيف عليه ما نجمش اليوم البول لا باش نجيبك حاجه بيتاري يعطي خمس ايام سيدي الغالي سيدي الغالي اسمعني راهو خمس ايام تنجم تسال اي طبيب كان راهو الاحمرار في الوجه ولا الضغط ولا كذا راهو يعطيك خمس ايام ما بين ثلاث ايام وخمس ايام هذه مثلا ثاني خلينا نكمل لك انا فقط الواحد نتاعي باهي لانه اللي صار من بعد هو اني انا وقت عنفني ثم بوليس تاع سيركيلاسيون جي قد منا جاني اللي انا الاولاني طبيعي جدا لان انا كرهبتي قدامه جاني قال اعطيني بطاقه تعريف وحط كرهبتي ورجع له اللي هو خذا من عنده بطاقه تعريف او بطاقه تعريف نتاعنا زوز موجودين غادي نهارتها يظهر لي ثم بارتي ولا شنو فالدوريه ما جاتش كلمهم العاون الدوريه ما جاتش صدفة ثم زميل حاضر على الواقعة قال لي اقعد الغادي تو نمشي انا للمركز نناديهم وقت مشي الزميل للمركز وقتها ونجاو المركز مش في درج ضربنا شي اربع دراج ولا خمسة دراج واحنا نستناو الواحد وانا دمي ينزف انا بكيت لمدة ستة ولا سبعة ايام الدم ما يكفش معناها وقت نقوم في الصباح الدم ما يكفش وبنتي في حالة هستيرية يراو في بوهم اللي هو اون برانسيب يحميهم اللي هو بوهم اللي يضمنهم ويحضنهم يراو فيه في الوضعية هذيك بوماتو على حوايجه مش بربي مش نعطيك مرحوله فقط في محضر البحث نتاعو وقت سالوا الباحث قال له يا اخي الدم اللي على حوايجك هذاك نتاعك قال له ليه راهو الدم السيد وقت التحمت بيه موجود في محضر البحث والاقوال اللي قالها موجوده في محضر البحث جوست استاذ انا جوست اسمعني برك استاذ انا انت طلبتني تقريبا 9:26 دقيقه ما خذت معناها خذيت بخاطرك وعديت معناها لا مش مزيه هو حق الرد ما نحكي على الوقت معناها ما عادش يسمع فهمت دونك كانت نجم في دقيقه تسكر لي الموضوع خاطر دخلنا في الوقت نتاع الميسيون اللي بعد وكان غدوه تحب نعاودو ناخذوك من الموضوع مثال الموضوع انا راني محامي معناها مسموح لي زاد واني نمشي بالبيت تحبني انا نهز عصا ونضرب وتحبني نهز حجره ونضرب وتحبني نوخر عليك بالكهرباء انا من حقي واني نمشي للقضاء مش معناها راني محامي معناها ما يلزموش هو يتوقف وبنيتي توا لليوم تروماتيزي بنيتي من الحكايه يراو في بوهم بدمومات وبالواحد انا بس تصور اذا كان هذا عندك عليه الواتساب انا بس تصور اما بربي ما نحبش يتعداو تصور لانه انا ما عندناش اسمك احنا اعذر استاذ احنا عندنا دو فيرسيون حط روحك في بقعتي انا باش نسالك سؤال
السيد عندها عام اللي صارت الحادثه، منطقي حط روحك انت مشاهد تونسي. كملت نقطه برك مش كملي النقطه، ليه كملي النقطه في 30 ثانيه لما تجاوزنا الوقت. خاطر عندي انا زملائي وقتي ما نابوش راه ولد عمه محامي اتصل بيا وما نابوش لان خاطر انا متضرر وقتي كلمني قال لي راه ابوه هما يحبوا يجيوك البيرو جاوني قلت لهم راكم على روسي من فوق وراه باش نحكيو في كل شيء كان في الموضوع هذا خاطر الموضوع هذا بالنسبه هذا جاني بنهار الخميس الموضوع هذا انتهى بربي هنكمل لك 30 ثانيه فقط ما عادش عندي وقت استاذي 30 ثانيه عايشك لا ما هو من حقي انا توا لا ما دخلنا في حق برنامج اخر استاذ ما انت كيما ناخذيت بخاطرك انت تفهم اللي انا دخلت في برنامج اخر توا ما تعملش مزيا انا ها عندكم نمرويا كملوا كملوا من 30 ثانيه كملت 30 ثانيه مش هيك بارك الله فيك انا جاني بوهمو بنهار الخميس نهار الجمعه مشيت كتب عملت اسقاط وكلمت انا الاستاذه سكينه قلت لها يا استاذه ما اتصلوا بك من قبل ارفعوا عنك الحرج ونوبوا راهو انا من حقه انه يدافع على روحه من حقه يكون عنده محامي راني مانيش ولد البارح لاني عمري 50 سنه وعندي مده كبيره في المحاماه المهم نهار الجمعه تقدم مطلب الافراج ترفض مطلب الافراج ليه فتح الحبس وما مش عندي ولا عند حتى واحد الحاكم هو اللي قدر نهار الاربعاء الجلسه معناها وقتها وين تم الافراج عليه الاستاذه اللي ذكر اسمها تنجموا تتصلوا بها بوه تنجموا تتصلوا به لانه بعد ربي اخر كلمه فقط بعد ما تمت الواحد هز التليفون قال لي بارك الله فيك يا استاذ وسامحنا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقابلوك في الخير ونجيو بحذاك للدار استاذ انت زوز نقاط زوز نقاط نحب فيسع فيسع وننهي معك ما نجمش نخلي الكلام هكاك انت تو تقول لي المحامين ما حبوش معناها يترافعوا عليه على خاطرك انت المتضرر وانت الضحيه وكذا لا 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 علاش؟ لا مش من المنطقه هذيك من بين المنطقه هذيك انا نجاوبك انا علاش؟ اي فيسع في 10 ثواني علاش؟ اعطيني المعلومه علاش؟ في 10 ثواني لسبب بسيط راه وقت محامي معناها اخلاقي تبدا سبتني يعرفوا اني انا مش من استاذ 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 بابلو اسكوبار اسمحني استاذ بابلو اسكوبار لا لا اسمعني انت عاد شويه بابلو اسكوبار قتل ملايين عنده الحق في محامي مش على خاطر اعتداء لو نمشيو بالفيرسيون تاعك على محامي متخلق ما نعطيهوش في تونس قتلوا عنده محامي لا لا من حقه وانا اللي هزيت التليفون كلمت استاذه سكينه وهذايا ثابت وحتى نجم ينكر سؤال اخير علاش التاثر هذاك عند الطفل حسب رايك انت بعد عام والكي هذاك علاش؟ نلوم زميلي وانه ما حبش ينوب ما تلومش يا استاذ اسمعني شوي استاذ يهديك اسمعني شوي ماكش مرافع يفضلك هما نقطتين انا قلت لكش تلوم اما انا حبيت فسلك انه حتى لو كان هو ظالمك وانت محامي والعباد تعرفك باخلاقك هو عنده الحق والمحامين مش من دورهم يقولوا ليه هو عمل خطا انت تترافع عليه ماكش عامل مزيه انت عملت القسم على ذاك هذه النقطه النقطه الثانيه يا استاذ قراءتك بالحق تو في 20 ثانيه باش نختم معاك حط روح تونسي تفرش الفيديو من يمشي يجيب لوليدك التاثر هذاك والوجيعة هذيك والغصه هذيك بعد 365 يوم لو سلمنا انه كلامك صحيح جاوبني على هذه في 20 ثانيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشوفوا بناتي الوضعيه اللي فيها وان شاء الله تشوفوا جاوبني عليه هو جاوبني عليه حسب رايك علاش اختار بعد 365 يوم باش يعمل فيلم اللي هو عاد المساله هذه دول انا الحقيقه ما لقيت لهاش جواب الا انه سريع هو خدمته هذيك انا مش خدمتي هذيك من خدمته انه يعمل بيرز من خدمته انا ما يعملش بيرز لا مش تاع بيرز مش تاع بيرز اسمعني عايش اسمعني مسيتش وقت بالك انا راهو نجم نجيب لكم بناتي ويحكي لكم على الواقعه وقتها زاد تحسوا اكثر منها انا راهو عندي طفله عمرها 11 سنه لحد الان وقت انا نهبط من الكهرباء تهبط في جرتي وقت نهبط في الكهرباء باش نوصلها للقرايه تهبط في جرتي ان شاء الله تكون عندك بنتك ان شاء الله ما يصير لهاش اللي صار ان شاء الله ان شاء الله اما استاذ بيت اسمعني انا باش نختم معك انا راهو لا نعرفك انت لا نعرفه هو انا شفنا فيديو لا اسمعني شوي تاثرت معها التوانسه الكل انا اعطيتك توا حق الرد اما من حقي باش نسال على اسئله منطقي قلت لك هو بعد 365 يوم حسب رايك علاش اختار باش يعمل الحكايه هذه وثانيا تصور انا مصدقك وباش تبعث لي تصور وما نكذبكش انت نحكي مع محامي مانيش نحكي مع اي انسان اما السيد هو زاد تصور وجهه مدمدم ومنفوخ والسيرتيفيكا انت قلت لي راهو يعطيوها حتى على حمره في الوجه وانتفاخ حمره وانتفاخ معناها نحكيو يا بوني يكف اذا كان مستحيل. عنف متبادل علاش هو عدى 10 ايام وانت لا مش عنف متبادل سيدي لا مش عنف متبادل وفما تكون شكرا لك الغادي مش عنف متبادل شكرا لك استاذ اعطيتك الوقت نتاعك اعطيت الفيرسيون نتاعك لكم الحكم عاش عندي وقت نعتذر برشا من جعفور